الخروب، النبتة الذهبية المتربعة على ملايين الهكتارات في الغرب الجزائري وبالضبط في مدينة تلمسان وبأيادي عائلة بوبلانزا، أضحى مسحوق الخروب علامة تجارية ذات صيت عالمي ينافس بودرة الكاكاو القادمة من الجنوب الأمريكي. احنا شركة جزائرية 100% جزائرية، ونحن حاليا نصدر الى 35 بلدان عبر العالم، عبر كل القارات. كميه حسنه وتشرف الجزائر، باسكو بهذو الكميات رحنا ثاني مصدر في العالم لمسحوق الخروب. بوبلانزا، الشركة الجزائرية الرائدة في صناعة مسحوق الخروب منذ 26 سنة، والتي اقتحمت السوق العالمية بتحويلها حبوب الخروب إلى مسحوق يستخدم كمادة أولية في صناعة البسكويت. والمنتوج 100% جزائري، il répond normes international parce que le produit est déjà exporté. Il y a des gens qui demandent nos produits à l'échelle mondiale. Donc pourquoi ne pas bénéficier de ce magnifique produit pour notre citoyen algérien. بعد الصدارة التي احتلتها شركة بوبلانزا في العالم، ها هي تقدم شركة بروداليكس التابعة لها بالجزائر لتمكين المنتجين المحليين من الحصول على المادة الخام بالكمية المطلوبة. C'est le lancement de la commercialisation de la poudre à travers notre filiale Prodalex qui va se spécialiser uniquement pour le marché local. القيمة الغذائية والميزة الاقتصادية الهامة كلها اجتمعت في أن تجعل شركة بوبلانزا قطباً محلياً وعالمياً في إنتاج مسحوق الخروب.